وزارة المالية وسلطة منطقة التجارة الحرة في أم القيوين توقعان مذكرة تفاهم. وطبعا هذه المذكرة وقعت وزارة المالية وسلطة منطقة التجارة الحرة في أم القيوين مذكرة تفاهم تهدف إلى التزام السلطة بتطبيق المعايير الدولية للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض الضريبية وفق الأنظمة والمعايير التي يعتمدها المنتدى الدولي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض الضريبية. لتفاصيل أكثر حول هذا الخبر معنا على الهاتف سعادة يونس حاجي خوري وكيل وزارة المالية. سعادتك صباحك الله بالخير. صباح النور والخير. يا أهلا وسهلا. سعادتك في البداية، ما هي أهم نصوص هذه الاتفاقية؟ الاتفاقية حسب توجيه اللي موجود من مجموعة العشرين وبالأخص التوجه طلع من مجموعة السبع الكبرى إنه يكون في محاربة للتهرب الضريبي، نعم، وأيضا الأموال ما تسمى الأموال الجبانة. فتم تخويل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتقييم الدول اللي عندها أنظمة ضريبية أو الدول اللي تجمع البيانات الضريبية وتسلمها للدول الأخرى بدون ما يكون في اي انتهاك لسياده الدول الاخرى او حقوق دافعي الضرائب. فدوله الامارات تطوعا في عام 2012 حسب قرار مجلس الوزراء الموقر، نعم، التزمت الوزاره انها يعني بالاتفاق مع الامارات المحليه السبع يكون في اطار عام لجمع البيانات وتسليم الدول الاخرى تلك البيانات عن مواطنيها فقط والشركات المملوكة للمواطنين الدول الأخرى. طيب سعادتك، كيف تساهم هذه الاتفاقية في الانتقال بدولة الإمارات من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية فيما يختص بالمعايير الدولية؟ المرحلة الأولى أن الدولة فيها يعني أنظمة وفيها قرارات وفيها الإجراءات لجمع البيانات الضريبية المطلوبة، والمرحلة الثانية أن البيانات هاي تنتقل من دولة إلى أخرى آليا وأيضا تجميعها تكون بطريقة آلية. فوزارة المالية يعني رتبت مع الجهات الاقتصادية اللي موجودة في الإمارات المحلية ووزارة الاقتصاد وأيضا رتبت مع المصرف المركزي بخصوص الأنظمة الموجودة في النظام في المصرف المركزي وجمعها لتلك البيانات المالية. نعم. أما المناطق الاقتصادية الحرة فالوزارة يعني رسأت أنها توقع الاتفاقيات مباشرة، ومنها كانت سلطة أم القوين الحرة. نعم. الوزارة وقعت اتفاقيات شبيهة مع مناطق حرة. إجمالي الاتفاقيات اللي وقعنا لليوم يتجاوز 28 اتفاقية جمع البيانات وتسليمها للدول الأخرى حسب الإطار العام لتبادل المعلومات. يعطيكم العافية ونتمنى لكم التوفيق بإذن الله. نحن في الختام نشكر سعادة يونس حاجي خوري وكيل وزارة المالية، كنت معنا عبر الهاتف من أبوظبي. ألف شكر لك.